من انتشار الفيروس الفتاك. فاليوم إذا كان القطاع العضو في المؤسسة التعليمية خصنا كامل نجددو باش هاد المرحلة هادي نبدلوها بجدية ونكبروها بنجاح باش البرامج التعليمية متوقفش. الدولة خدات جميع الاحتياطات الممكنة باش يمكن الاعداد الكبير ديالنا يتابعو الدراسة ديالو، ولكن هادشي كيتوقف على واحد التهيئة جماعية وواحد التوعية اللي نتوما هما الأساس ديالها. كاين شي غيركم اللي يقدر يوصل هاد الآباء، نتوما كتبدلو الآباء ديال الأولوية التلاميذ كالآباء أولوية التلاميذ، نتوما اللي يمكنكم تتابعو المجتمع التعليمي طبعا بجانب الأساتذة والأطر التربوية من أجل باش هاد العملية تتكلم بالنجاح إن شاء الله. فإلا سمحتو في البداية العميل سيد الحضور الكريم، اليوم حنا كنعيشو هاد المرحلة هادي، هي مرحلة خص يكون تضامن فيها حنا كاملين من جميع الفئات. حنا بالنسبة لهاد المرض يمكن أولا هاد الفيروس دخلنا بواحد فترة مبكرة، وصاحب الجلالة عطا مجموعة التعليمات، وكذلك مختلف الوزارات خرجت مجموعة ديال البلاغات والبيانات التوضيحية. وبطبيعة الحال كنشكرو حتى الإعلام يعني مشى في هذا النهج هذا. كبداية حيت وزارة التربية الوطنية فيها واحد العدد كبير ديال المنتسبين، خصوصا أن يمكن نتكلمو على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كنجمعو تقريبا 10 مليون ديال بين التلاميذ وبين الطلبة. يعني هذا العدد هذا كيشكل تقريبا ثلث من السكينة، بالإضافة إلى هاد التلاميذ اللي هذا راه عندهم آباء في المنازل، عندهم بمعنى واحد المنظومة اللي هي كبيرة. إذا أول بلاغ كان يوم الجمعة اللي أعطى المجموعة ديال في إطار التدابير الاحترازية، كان بلاغ رقم واحد اللي التعليم فيه توقيف الدراسة. توقيف الدراسة يعني الدراسة أو الحضور، حضور التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية كبداية. ولكن في نفس الوقت جاء البلاغ الثاني عطى واحد المجموعة ديال التعليمات، أولا يعني إخبار بأن الوزارة في طور إعداد مجموعة ديال المصطلحات أولا يعني مواقع خاصة للتلميذ من أجل الدعم وتوفير جميع الدروس المتبقية للموسم الدراسي. كذلك جاء البلاغ رقم 3، يعني هناك يعطي الإمكانية للمؤسسة التعليمية باش يديرهما برامج خاصة بالمؤسسة التعليمية، كذلك بالنسبة للأساتذة ويتعاونوا ويديروا واحد المجموعة ديال المبادرات، وهي كما كيسميوها الموارد الرقمية. الموارد الرقمية اللي كتعنى باستكمال الدروس الباقية في الموسم الدراسي، خصوصا ان الموسم الدراسي تبارك الله يعني مشى بواحد الوتيرة ممتازة لغاية هاد الظروف الخاصة، ولكن حنا خصنا نستكملو على المسائل هادي. بقاتنا 8 أسابيع في الموسم الدراسي. وكذلك كاين صدور بلاغ رقم 4 اللي اعطى فيه الانطلاقة لهاد الموارد الرقمية عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية لدى وزارة التربية الوطنية، وكذلك عبر القناة الرابعة أو الثقافية اللي بطبيعة الحال بدات فيها الدروس يوم الاثنين من 11 ديال الصباح. إذا هنا كاين مجموعة ديال الفيديو أو طرق يعني أو دروس حسب دينا بالمستويات الإجهادية، عندنا السادس والثالث إعدادي والأولى بكالوريا والثانية بكالوريا. هذه كبداية، وفي نفس الوقت يتم الإعداد لدروس أخرى ديال باقي المستويات. هنا بطبيعة الحال حنا في إطار يعني التفاعل مع جميع المؤسسات العلمية، خصوصا أن دور يعني فيه واحد النسبة ديال عدد التلاميذ، خاصة اللي غادي يجتازوا الامتحانات الإجهادية في الجهة. كاين وجدة وكاين حنا الناظور، كنجيو في المرتبة الثانية حيث عدد التلاميذ اللي غادي يجتازوا هاد الامتحانات.
وكيف كيعرف الجميع ان النضو دائما يحتل المرتبه الاولى في نتائج البكالوريا، اذا احنا في هذا الاطار خصنا نستمروا بالجهود اللي كانت عندنا. بالنسبه لنا فكنبداو الدعم التربوي من بدايه الموسم من تكوين المستلزمات الى غايه الامتحانات الاجهاديه. الظرفيه اللي توقفنا فيها، اذا حنا غادي نستمروا على نهج ديال الدعم التربوي. كذلك بالنسبه للاساتذه وكاين مجموعه من المبادرات حول يعني هذا التكوين الجديد او التدريس عن بعد. هنا اذا سمح لي السيد العميد، جبت واحد مجموعه ديال الساده المديرين اللي خديت من القروي وخديت من الحضاري ومشيت من الحضاري، يعني عندهم تجارب دباحيه للتعامل بها مع التلاميذ. وكاين مبادرات اللي من يوم الجمعه بداو، يعني غير صدر البلاغ ديال توقيف الدراسه او الدراسه الحضور الحضوريه، انطلقت واحد المجموعه من المبادرات من هنا من مدينه الناظور، من اقليم الناظور، يعني بواحد الشكل كبير واللي عندها واحد الانتشار على مستوى الوطن. اذا حنايا بالنسبه لنا كنا جبنا هاد الامثله، وكاين امثله كثيره، حنا ما بغيناش نحركوا واحد العدد اللي هو كبير. احتفظت غير كاين عندي مجموعه مدارس بوعرق، عندي ثانويه عثمان بن عفان، عندي عبد الكريم الخطابي، عندي طه حسين، وعندي كوليج الطريق والكيندي. دونك هاد خديت هاد المجموعه هادي. بطبيعه الحال كاين مجموعات اخرى في العروي، في زايو، في زغنغان، يعني في بني نصار، كاين مجموعات كثيره، وكاين يعني مبادرات جماعيه وفرديه، وكاين واحد الجمعيه كذلك حتى هي كاين ممثله ديالها هنايا اللي انطلقت في هاد الدروس، نسميوها القاعات الافتراضيه او القاعات الافتراضيه، كيدير الدرس على اساس حالة التلامذة حاضرين، وكيكون التفاعل عبر مختلف المصادر. انا بغيت نفضل نعطي غير واحد الكلمه للساده رؤساء المؤسسات، لان عندهم واحد العلاقه مباشره مع الساده رؤساء جمعيات الاباء. في هذا الاطار بغيت نحيي جمعيات الاباء جميع المؤسسات التعليميه في اقليم الناظور، لان عهدنا فيها يعني مسؤوليه واخذ يعني الامور بواحد الجديه كبيره، واحد التضامن والتعاون مع المديريه او مع المؤسسه التعليميه. اذا في هذا الاطار هذا كنشكرهم مره اخرى، وكنشجعهم باش يواصلوا الحث التلاميذ انهم يجلسوا في الديور وفي نفس الوقت يتبعوا الدروس ديالهم. هنا واحد المسؤوليه كبيره. باش نعطيكم مثال، ان الاستاذ اللي كيدخل عنده 40 تلميذ وكيقدر انه يستوعب هذا العدد ويضبطوه في القسم وكذا، فهي مسؤوليه كبيره. تحيه كبيره للاطر التربويه، كذلك تحيه كبيره للاطر الاداريه. حنا هنا الاباء كل واحد غادي يشد وليداتو، وكذا كنلقى واحد يعني واحد شويه ديال المقاومه. اذا هنايا استمراريه ضروريه مع وليداتنا، خصوصا اللي راهم في واحد السن ولا في المستويات اللي هي مهمة جدا البكالوريا، وهذا واحد العمل اللي خصنا نقوموا به جميع. الوزارة فرضت كاع الإمكانيات ديالها، بطبيعة الحال السيد العميد والسلطة كذلك، أي حاجة كنحتاجوها فهما إلى جانبنا. إذا ما نطولش، غادي نخلي الكلمة لجماعة مدارس بوعرك، غير الإخوان اختصار دقيقتين باش ما نكونش سيد الرئيس، صاحب التعطيل المؤسسات، السادة رؤساء جمعيات آباء أولياء التلاميذ، بالنسبة لي أنا كمدير مجموعة مدرسية، كذلك انخرطنا في المجهود الوطني من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعجلة. لذلك فبالنسبة لي أنا عندي مجموعة مدرسية فيها المركز وفيها ثلاثة ديال الفرعية. مجموع التلاميذ يقدر ب 980 تلميذ. إذا باش نحاولوا نتغلبوا على هذا المشكل، ربطنا الاتصال بمجرد صدور المذكرة الأخيرة اللي هي 231/20 مع السادة
المديرين المساعدين في الفرعيه، واتفقنا على واحد الطريقه ديال العمل، هو انه شكلنا مجموعات واتساب صغيره لكل مستوى، بحال في الابتدائي كان المستوى الاول للسادس. اتفقوا الساده الاساتذه، تكلف واحد الاستاذ انه يسير هذيك المجموعه بحيث كنجمعوا المحتويات الرقميه، ومن بعد ذلك كنتوصل بها انا، حيث انا كنكون معاهم في جميع المجموعات. اذا انا كنخير هذوك المحتوى اللي كيناسب التلاميذ، كننشروا في الصفحه الرسميه ديال المؤسسه، او لا في اطار التنسيق مع جمعيه اباء واولياء التلاميذ كنقوم انا كذلك بتزويدهم بهذاك المحتوى. لماذا؟ لان احنا في العالم القروي كما كتعلموا ماشي كاع التلاميذ عندهم الانترنت، ماشي كاع عندهم الحاسوب. اذا نسقنا مع جمعيه الاباء انها تتكلف هي توصل هذاك المحتوى بالطريقه ديالها، اللي تمكن التلاميذ انه يولج للصفحه الرسميه هو ذاك، او لا يتواصل مع الاستاذ كذلك في المجموعات الخاصه. لان من قبل كانت عندنا تجربه بالنسبه للمستوى السادس، قبل ما توقع هذه الازمه كان كل استاذ عنده تواصل مع التلاميذ ديالو، لان كيدير معهم المراجعه، كيدعمهم على اساس عندهم الامتحان. اذا حاليا حاولنا نعمموا هذه التجربه على جميع المستويات، من المستوى الاول الى المستوى السادس، ورحنا الان غادي في هذا الاطار هذا. السلام عليكم. انا ثانويه ديال الخارطه الثانويه عثمان بن عفان بن نصار في حمله تحسيسيه توعويه بفيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع التوجيهات الوزاريه في الموضوع، وفور السياسه التعليميه الخاطمه في هذه العمليه هذه. بدايه عقدنا اجتماع اول للمجالس، حاولنا اننا نخلقوا مجموعات تواصليه مع المتعلمين. كما كتشوفوا كاين القسم والماده، وكيشرف على هذه المجموعه هذه، كل مجموعه كيشرف عليها استاذ الماده. وبطبيعه الحال حنا كأطر اداريه حنا حاضرين في هذه المجموعات المراقبه، وكنحاولوا نرصدوا الغياب ديال المتعلمين اللي ما انضموش المجموعه، والتواصل المباشر مع الساده اعضاء جمعيه الاباء. كنحاولوا نتواصلوا مع الاباء باش انهم يربطونا كذلك في يربطوا وليداتهم ويحضروهم ويلزموهم بالتتبع ديال الدروس اللي كيبثوها الاساتذه في هذه المجموعات. هذه المجموعات حنا خلقناها ثلاثه الاهداف الاساسيه. الهدف الاول هو اننا كنخليو المتعلمين كيتبعوا معنا قناه الرابعه اللي كتبث فيها اللي دارت مجهود الوزاره وكتب فيها الدروس، وكنبثوا لهم كذلك او كنعرضوا لهم البرنامج اليومي لديك الدروس، باش حنا كنيسروا للمتعلمين باش انهم يقدروا يتواصلوا اكثر ويسيروا اكثر الدروس ديالهم. الهدف الثاني هو اننا كنا كنشرحوا للمتعلمين عبر هذه منصه التعليم تيس، هذه المنصه هذه اللي كذلك كيولجها المتعلم وكيلقى الدروس والموارد الرقميه اللي كتهمو في المسار الدراسي ديالو. المساله الثالثه كما شرحت لكم، قلت لكم باننا الاستاذ كيطرح الدروس ديالو الاسبوعيه اللي كاينه، وكذلك يقدم تحسيس وتوجيهات للمتعلمين. عندي لكم واحد العرض بسيط بالنسبه للاستاذ، واحد الدرس معين ديال الاقمار الصناعيه والكواكب ديال الفيزياء، اللي هنا الاستاذ كما غادي تشوفوا معايا في واحد المقتطف بسيط هنايا، الاستاذ اللي كيقدم عبر شريط فيديو، عبر هذا الشريط فيديو كيقدم الشروحات للمتعلمين. كيسجل الاستاذ برفقه زميل ديالو ولا احد الاطر الاداريه هذا المقطع هذا، وكينشروا في ديك المجموعه، وبالتالي من مور هذا العرض ديال الدرس كيتلقى الاسئله من المتعلمين، اسئله اوديو، كيحاول يجاوب على هاد الاسئله. نتوقف هنا ولا نزيد نعرض اكثر؟ ندوزو كما قلت. عندي نموذج اخر الى بغاو الاخوان يطلعوا عليه، مثلا عندي هنا واحد النموذج ديال الرياضيات. الاستاذ كذلك هنا بتقنيه اخرى كيقدم لنا عاود العرض ديال الدرس ديال الرياضيات، وفي اخر الدرس كيقدم التمارين اللي كيحاول يصحوها فرديا يصحوها جماعيا، يعني كينجزها المتعلم كيصيفطها للاستاذ، وكيحاول يكون واحد التصحيح جماعي بالطريقه ديال الفيديو على عبر هذه المجموعات. شكرا. يمكن اعاده ديال المشاهده ديال الدرس كاين؟ اكيد حسب المتطلبات ديال المتعلم، لان كيبقى عند الاستاذ تواصل مباشر، اذا كيلقى بان المتعلم ما تعذر عليه باش انه يفهم كتكون اعاده. شكرا. كاين هنا واحد التجربه ديال الجمعيه ديال الزونغان، كذلك هما اساتذه
الاساتذه وداروا واحد مجموعه ديال الفيديو تفضل سي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة عميد، السيدة المديرة، السيدة رئيس المصلحة، ممثلين جمعية آباء وأولياء التلاميذ، دونك الحضور ديالي أنا بعدا أولا في قطاع التعليم، قطاع التربية والتعليم لمدة 18 سنة، والحضور ديالي هنا كممثل يعني لتعاونية قرائية. هذه التعاونية القرائية اللي حضرها الشرف أنها وقعت شراكة يعني مع المديرية الإقليمية بالناظور، يعني هذه واحد براسك يعني واحد كاف مواوله. هاد الشراكه بدات كتبان النتائج ديالها في مجموعه ديال الاشياء. يعني كنا وقعنا شراكه على اساس اولا الانخراط في التعليم الاولي والتعميم ديالو، يعني انطلاقا من خطاب صاحب الجلاله، ودابا التعاونيه ديالنا زادت وسعت نطاق العمل ديالها وانخرطت في الدعم، يعني في اطار هاد الازمه اللي كتمر منها انخرطت في الدعم. ووفرنا يعني حنا كان عندنا يعني تجربه قبل، وفرنا مجموعه من الاليات اللي هي بالرغم من انها كانت بسيطه بصح عطات النجاعه ديالها على المستوى الوطني ماشي فقط على مستوى المديريه الاقليميه. لان كتعرفوا بلي ان يعني مديريه الناظور وبالاخص يعني المدارس اللي متواجده عندنا، يعني بحال مثلا في طه حسين في مجموعه ديال الثانويات عندنا اساتذه اللي منخرطين في واحد الجمعيه اللي هي نشيطه على الصعيد الوطني اللي كتسمى الاساتذه المجددين. يعني هاد الاساتذه المجددين الدور ديالهم وهو رقمنه الدروس، وبالتالي يعني في هذه الازمه الحمد لله لقينا ناس اللي ديجا عندهم خبره وتجربه. هذه واحد الناحيه. واحد الناحيه ثانيه حنا شنو قمنا به؟ درنا يعني دروس تفاعليه. شنو هي؟ خديناها بطريقه استعملنا يعني اول حاجه هي كنا التلامذ اقسام افتراضيه واعطيناها الطابع ديال القسم باش يعرف التلميذ انه في قسم وليس في مجموعه خاصه للدردشه فقط، وانه في قسم يتواصل فقط يعني للدرس. دونك هذه الاقسام الافتراضيه ركزنا فقط يعني في بدايه الامر، يعني قبل ما يصدر البلاغ رقم 4، يعني احنا كنا بدينا كمبادرين لان كنا عارفين بلي ان غادي يبقى واحد الارتباك. درنا لهم دروس بالنسبه للمستويات الاشهاديه، البكالوريا بالنسبه للبريمير اني يعني كذلك اللي غادي يفوتوا خاصه المواد الادبيه ديالهم الفرنسيه يعني المواد الادبيه. ومشينا كذلك لواحد الصفحه اللي سميناها يعني الدعم المجاني بدوك الاسم ديالها سميناها، ولقات واحد الاقبال وتفاعل كبير. اننا كنسجلوا دي فيديو وكيكونوا دي فيديو على ثلاث مراحل، كنعطيو الدرس في المرحله الاولى، مورها كنوليو نفصلوا في القاعده مزيان في المرحله الثانيه، ابري ثاني كنعطيو لي زيكزيرسيس يعني مصوره، كنعطيوها لهم وكيمشيو مصوره، وكنطالبوا التلاميذ بالانجاز ديالها، وكنشوفوا التفاعل ديالهم واش نجزوها، عاد كنقوموا بعمليه التصحيح يعني عبر فيديو وليس فقط ورق، لان علاش التلميذ خصو يعرف لي زيتاب مرحله بمرحله. دونك كاين تجاوب كبير، هي كتاخذ شويه الجهد، وانما يعني حتى حنايا كتعاونيه يعني كتامن بالدور ديال المواطنه ديالها يعني اشتغلنا والحمد لله عطات اقبال، ورحنا يعني في استمراريه. بالعكس راه كاين لقينا واحد التجاوب داخل الواتساب، يعني سورتو ان لازالاف يلقاو واحد الحميميه في التجاوب في الدرس، راه يمكن ما كناش نلقاوها حتى في القسم، واستسمح على ذكر هذا. وشكرا. السيد العامل، السيده المديره الاقليميه، تحيه للحضور الكريم. على اثر البلاغ رقم 1 قامت المؤسسه ابتداء من يوم السبت على التواصل مع الاساتذه، وفي نفس الوقت زياره فصول الدراسه من اجل حثهم على التواصل مباشرة معهم في الأقسام حول المغزى الصحي لتوقيف الدراسة وأهمية اتباع الإرشادات والمضمون البيداغوجي الذي جعل التلاميذ مرتبطا بالبيت والكتاب والدفتر وتمكينه من مواقع ومنصات الوزارة، وحث التلاميذ على أخذ البيانات من الأساتذة من واتساب وإيميلات وتتبع صفحة الثانوية عبر الفيسبوك.
طبعا من خلال التواصل مع السيدات والسادة الأساتذة الذين انخرطوا في هذا العمل، إذن تم الاشتغال على عدة مستويات. هناك من فضل طريقة الواتساب والمجموعة، وبالتالي في تواصل تام مع الأقسام التي يدرسونها من خلال وضع واحد المخطط، واحد البلانينغ بالتاريخ والتوقيت. هناك من فضل طريقة الكلاس روم أو زوم بالنسبة لأساتذة الاقتصاد، وهناك من لم تتوفر له الظروف، إذا فضلنا أنه يقدم لنا دروس وتمارين لنضعها في موقع المؤسسة. وبالطبع نحن في تواصل، والأساتذة يرسلون لنا الدروس والتمارين التي يقدمونها للتلاميذ، وهناك تواصل إيجابي. الشيء الذي بالطبع الذي لمسناه أن حتى التلاميذ بطبيعة الحال هناك انخراط، والسادة الأساتذة هم في استمرارية على أساس أن التضحية واجبة من أجل تجاوز هذه المرحلة. وشكرا. التعليمية والمدراء ديال المؤسسة التعليمية ورؤساء الجمعيات ديال الآباء والأساتذة كذلك، المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها من أجل تدارك للدروس، ومن أجل كذلك المساهمة في تسيير التعليم في الأزمة الراهنة. أولا كنطلب الله سبحانه وتعالى يقعدنا علينا هذا الوباء، وإن شاء الله التلاميذ يرجعوا للدروس ديالهم، السير العادي ديال الدراسة والأمور ترجع للنصاب ديالها إن شاء الله. أما فيما يخص تتبعنا للقرارات الوزارية وكذلك وللبيانات والمذكرات اللي خرجت فيما يخص الوضعية الراهنة، أولا كاين يعني المجهودات اللي كيقوموا بها الأساتذة والوزارة كذلك وجميع المتدخلين في القطاع ديال التعليم، هي مجهودات جبارة، لكن كتبقى تفيد واحد المجموعة ديال التلاميذ التي تتوفر على الهواتف وعلى الطابليت إلى آخره. لكن في البوادي نحن أنا كرئيس جمعية أعاني كثيرا فقط في إيصال الرابط ديال الوزراء للآباء الأولياء ديال التلاميذ، ومجموعة ديال الآباء يجهلون يعني تشغيل مثل هذه المواقع إلى آخره، فقط يتصفح الواتساب أو الفيسبوك إلى آخره. يعني أنا كنشوف على أساس أنه ما غنكتفيوش على ما هو رقمي، بل غنمشيو حتى لما هو ورقي. ما هو ورقي دروس يجب أن توزع ورقية على التلاميذ. نحن أنا كجمعية آباء مستعد أنني نضحي بالوقت ديال باليوم ديالي كامل في هالظرفية الراهنة ونوزع الدروس على التلاميذ ورقية. لأن التلاميذ في البوادي يعانون كثيرا من هاد الجانب، وحتى بالنسبة للموقع ديال الوزارة يعني ما كيشتغلش يعني اشتغال مستمر بالنسبة يعني كاين الضغط ديال الدخول ديال التلاميذ مع جودة رديئة ديال التصوير إلى آخره. يعني كنطالبوا من السيد العميد أنه يعني يحاولوا ما أمكن يحسنوا من جودة ديال التصوير باش يعني التلميذ اللي غيدخل للرابط يدخل باش يحصل على الدرس ديالو كامل. كاين بالنسبه كنطالبوا كذلك من بالنسبه للامتحانات غتحصر غير في الدروس اللي تلقاها التلميذ داخل المؤسسه، باش ان شاء الله يعني تكون ماشي شي واحد يعني تلقى الدرس واحد ما تلقاش. وبالنسبه للامور التي تتعلق بالمؤسسات التي يعني انا في رأي الجمعية، يعني كنشوف ان كاين واحد المشكل بسيط على ما اظن. كاين
كاين الوزاره كتنشر دروس عبر الانترنت اولا عبر القناه اللي كتنشر فيها الدروس التعليميه، لكن كاين بعض المؤسسات متاخره بعض الدروس، درس او درسين، كاين درس او درسين حسب مثلا بحال فرعيه اقدر المستوى الرابع متاخرين درسين على 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 الدروس اللي كتنشر طول الوزاره، يعني باقي لهم درسين باش يوصلوا للدروس. وكاين يعني حنا مستعدين اننا يعني جميع يعني نشتغلوا على جميع المتطلبات ديال الوزاره وجميع المتطلبات ديال المديريه بالخصوص والمدراء ديال المؤسسات فين كنشطوا، لكن فقط يوفرونا المحتوى، مستعدين اننا نوصلوا للتلاميذ حتى لديورهم. المحتوى الرقمي غير كافي بالنسبه للتلاميذ في البوادي. وكاين مشكل اخر هو انه يعني خص تكون توعيه للاباء، هذا الكلام موجه لرؤساء الجمعيه، توعيه للاباء باش انهم يلزموا الابناء ديالهم البيوت ديالهم ويتابعوا الدراسه ديالهم. انا حسب تتبع ديالي المحتوى الرقمي كنشوف على اساس انه كثير من التلاميذ لا يتابعون المحتوى الرقمي، ليس لان التلميذ ما عارفش بل الاب ديالو ما كيلزموش. حنا عندنا واحد الظاهره انه مجموعه ديال التلاميذ الا ما لزموش الاب ديالو يمشي للمؤسسه ما يمشيش، فاذا كيف انه اذا ما لزموش الاب ديالو يتابع المحتوى الرقمي كيفاش غيتابعو؟ يعني المجهودات اللي كيقوموا بها الاساتذه والوزاره كذلك مجهودات جباره ويعني تشكر عليها، لكن لابد نمشيو لبعض النواقص اللي هي ديال الاباء بالخصوص. الاباء الا ما ساهموش في هذه القضيه، الا ما ساهموش في هذه الازمه من اجل الزام الابناء ديالهم بمتابعه المحتويات الدراسيه سواء الورقيه او الرقميه، فكنظنوا اننا بحال اللي المجهودات اللي كتقوم بها الدوله كامله والمتدخلين كامل بحال اللي صب الماء في الرمل. وهذا هو اللي عندي وشكرا وتحيه لكم. هي نفس المؤسسه، السيد العامل، السيد رئيس المديريه الاقليميه للتعليم، السيد رئيس قسم تاطير المؤسسات، الساده مفاضل رؤساء المؤسسات، رؤساء الجمعيات. بالنسبه انا غادي نهضر نتكلم من موقع ثانويه الخيط التاهيليه. تجربه متواضعه تنقوم بها خصوصا مع تلاميذ اللي مقبلين على الامتحانات الاشهاديه سيما الاوائل الباك والتواني باك، هادو تختلفوا شويه على التعليم الابتدائي. لما؟ لان تلاميذ الاوائل عندهم واحد الهاجس ديال الامتحانات الاشهاديه، اذا هما تيتبعوا في النظام من خلال التواصل ديالي معهم، هما راهم مقبلين متابعه القنوات الفضائيه خاصه القناه الرابعه اللي كتبت دروس التعليم، وبالاضافه الى موقع بثيناه في ثانويه الخيط تشاركوا فيه الاساتذه كيقدموا فيه دروس التلاميذ. بالاضافه الى مجهود الاساتذه العمل فرار يعني فردي، كل استاذ تيدير من خلال الواتساب، سجلنا اسماء ديالنا مع التلاميذ الواتساب وتنسجلوا لي فيديو وتنقدموا دروس. نعطي مثال بسيط جدا، مثلا بخصوص الدروس بعدا بالمناسبه، ما تبقى من الدروس راه كاين ماشي بزاف اللي باقي، هو 20% تقريبا من حصه الدروس المتبقات ديال الدروس البكالوريا، 20%. عندنا واحد التجربه متواضعه درناها معية زملاء الاساتذه، خاصه انا اتكلم على ماده اللغه العربيه، كاين استاذ مثلا هو شاطر تيتعامل مع التواني باك، انا كنخدم مع اوائل باك او الباك بتقديم ملخصات كتعتمد على الاختزال الخطابات، وهذه الخطابات باعتبار التلميذ عنده واحد العقليه قابله للاختزال كتقدم دروس باختصار على اساس بعد هذا تقديم هذه الملخصات كنسجلوا الفيديوهات في الليل، تنسجلوا لي فيديو في الواتساب وكنصدروهم متقطعين التلاميذ، ويليها بعد ذلك بطبيعة الحال تقويم الإجمالي من أجل تقويم أو التعلمات ديالهم باش نصادقوا على الأجوبة ديالهم، كيتفاعلوا معنا من خلال التمارين. الدروس ماشي حاجة بزاف، حاجة قليلة كاين باقي وتنشتغلوا عليهم. يعني الأساتذة تناوبنا كل واحد تياخذ الشريفيلي، يعني الأوائل كاين
كيخدم مع التوانين وكل من موقعي، يعني هذه تجربه متواضعه بزاف. وحنا عاود الاساتذه بيناتنا كاين تواصل بيناتنا على اساس يستفدوا التلاميذ، والتلاميذ كاي النتائج انه كتب من خلال التعليقات ديالهم، يعني من خلال استيعاب الدروس والتفاعل الايجابي ديالهم، ومن خلال الشكر ديالهم اللي كيقدموا لنا. وهذا عمل، هذا لا ننتظر منه جزاء ولا شكر، انما هذا هو الواجب ديالنا باش حتى حنا نساهموا في تقديم ما يمكن تقديمه لفلاذة كبدينا التلاميذ الاعزاء. وشكرا جزيلا. السيد الدكتور وزارة التربية المنطقية التابعة للمديرية الإقليمية، السادة رؤساء جمعية أبوية التلاميذ والحضور الكريم، السادة رجال الصحافة المواقع الإلكترونية، السيدة المديرة، في البداية لابد أن أشكر السيد العامل وأشكرك كذلك على هذا اللقاء الهام، وكذلك لابد أن ننوه بالتدابير الاحترازية والقرارات الوقائية اللي خدتها بلادنا على المستوى الوطني وبأمر من صاحب الجلالة حفظه الله. ولحقت اليوم عبر التواصل ديالنا مع واحد العدد ديال الأصدقاء ديالنا والعائلة ديالنا عبر العالم، دول تنوه بهذه الإجراءات الاحترازية وبهذه الظروف اللي قامت بها بلادنا وهذه القرارات من أجل احتواء يعني تفاقم الوضع. كذلك لابد باش نشكر الوزارة المحترمة على الظروف اللي هيئتها، خاصة عبر القناة التلفازية الرابعة. وبالمناسبة كنوجهو التحية للإخوة اللي قدموا لنا هذه العروض المجهودات اللي كيقوموا بها. فقط باش ندخل في الموضوع السيد العامل المحترم، لابد باش نطلبوا من السيدة المديرة باش تنبه وتعطي توجيه بطبيعة الحال هذا الشيء غيكون دار للسادة المديرين ديال المؤسسات على جميع المستويات، انهم باش يجتهدوا ويحاولوا ما يمكن باش يعني توصل الدروس لفلاذة الأكباد في البيوت ديالهم، وخاصة انه العالم القروي اللي كي طبيعة الحال الإقليم ديالنا رغم الجهود اللي كتبذلها السلطات الإقليمية وعلى رأسها السيد العامل، باقي بعض المناطق اللي مازال الكهرباء اللي هي مادة أساسية اللي يمكن يستعملها الطالب في يعني باش توصل له هذه المعلومة عبر الإنترنت عبر الوسائل ديال التلفاز عبر كاين واحد العدد ديال الدوامير السيد العامل ما يخفاش عليكم أنها ما فيهاش رد الكهرباء إلى حد الساعة، وبالتالي كاين هناك وسائل أخرى اللي هي ديال طبيعة الحال ديال الهواتف المحمولة اللي كتشارجها بطبيعة الحال بالبطارية، ولكن كيبقى دائما يعني التغطية لاكوفرتور ديال 3G وديال اتصالات المغرب في هاد المناطق كما كتعرفوا راها يعني منعدمة. هذا جانب. الجانب الثاني لابد من لعب الدور ديالنا كجمعية آباء ولي التلاميذ باش نحاولوا نجتهدوا ونقترحوا يعني في المؤسسات ديالنا وفي الفضاءات ديالنا اللي كنتواجدوا فيها باش يمكننا نعبئوا الآباء أكثر، كيفما جات في التدخل ديال الزميل اللي سبقني، نعبئوا الآباء أكثر في هذه العملية من أجل باش يتابعوا تلاميذ الدروس ديالهم يعني في المنازل ديالهم. ولابد السيد العامل المحترم السيدة المديرة باش هاد السنة يعني كيف ما جات في التدخل ديال الإخوان اللي سبقوني أنه يكون واحد النوع ديال يعني استحضار هذا الوضع اللي كنعيشوه في الامتحانات، يعني لابد نستحضروا هذا الوضع ونحاولوا أنه المواد اللي ما درساتش أو الآخر باش يكون واحد النوع ديال الامتحانات اللي يمكن تكون في متناول ديال الطلبة جميعا. مرة أخرى السيد العامل لابد باش نشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء واللي هو جد مهم، واللي يمكننا نفتخروا بلادنا أنه على جميع القرارات اللي اتخذتها، قرارات احترازية، قرارات وقائية، قرارات استباقية اللي كيف ما قلت في المداخلة ديالي اللي الآن حنا كنسمعوا عبر العالم عبر الأصدقاء ديالنا عبر الإخوان ديالنا أنه الدول كتنوه بهذه القرارات اللي خذتها بلادنا بطبيعة الحال قيادة جلالة الملك حفظه الله.
وقت سيد العمل بين قوسين خصنا نبدا انه تكون واحد النوع ديال اليقظه فيما يخص سيارات الاسعاف في المناطق وفي المدن، ويكون كذلك لي زوبيتو اللي عندنا حاليا في القرى في المدن تكون فيهم واحد النوع ديال اليقظه والنوع ديال التواجد. اليوم الصباح سيد العمل صراحه وقعت واحد الحاله في واحد في زيو، واحد السيد يعني طاح في الشارع وما عرفناش واش كان فيه ذاك الالم ذاك الوباء او شي حاجه اخرى، وملي هزينا في الاسعاف مشاو لزوبيتو ما لقينا حتى شي حد، جبناه مباشره للحسن الحسني، جاب الله انه لقاو غير كلا شي حاجه في الليل وداروا له لي سوان الاولين ورجع. بهذه المناسبه سيد العامل باش تكون هذه الامور يعني في المستوصفات في زوبيتو الناس يوقفوا. السيدة المديرة مرة أخرى اللي نأكد عليه أنه الإخوان المدراء في المؤسسات أنهم خاصهم يكونوا يعني يجتهدوا يكونوا متواجدين باش يوصلوا هذه المعلومات كاملة، وحنا كجمعية آباء ولاية التلاميذ متجندين من أول عملية، واليوم غادي بطبيعة الحال بهذا اللقاء حنا خدينا واحد العدد ديال المعلومات واستقينا واحد العدد ديال التوجيهات، من اليوم غادي كذلك نزيدوا نطوروا الأساليب ديال التواصل ديالنا. شكرا لكم. رئيس فيدرالية جمعية الآباء، السيد العامل الإقليم، السيدة المديرة، السيد رئيس المصلحة، السيد ممثل مجلس الإدارة الأكاديمية، الإخواني رؤساء جمعية الآباء. كفيدرالية جمعية الآباء نسجل جرأة وصحة القرارات بطبيعة الحال اللي خذتها الحكومة واللي خذتها بطبيعة الحال وزارة التربية الوطنية لتجاوز هذا الظرف العصيب اللي تعيشه بلادنا، والاباء بطبيعه الحال تعاملوا بتفهم وبتبصر مع هذه القرارات، واللي تاكد عليه في هذه الظرفيه ان كجمعيه الاباء مجندين لنجاح هذه العمليه ديال الاستمراريه البيداغوجيه عبر مختلف المواقع والاتصال وكذلك الصفحات اللي تنشات على مستوى المؤسسات التعليميه. وبغيت في هذه المناسبه نوه بالدور اللي تقوموا به الساده المديرين وكذلك الساده الاساتذه للتواصل باستمرار مع التلاميذ من خلال انشاء مجموعه ديال الفيسبوك او على مستوى التواصل مختلف صفحات التواصل الاجتماعي. وكذلك حنا بدورنا كفيدرالية أسسنا مجموعة ديال جمعية الآباء تقريبا شي 100 جمعية على مستوى الواتساب. هذه المجموعة اللي كيكون فيه التبادل ديال المعلومات بين جمعية الآباء، وكذلك جمعية الآباء عندهم تواصل مع الآباء والأمهات، يعني كاين تفاعل وتواصل مع مختلف جمعية الآباء اللي كل ما تنشر شي خبر إلا كيكون التداول ديالها بشكل سلس لتتبع هذا المسار. وبالتالي اللي سجلنا على مستوى يعني الردود على مستوى النقاش ان العديد من الاساتذه من خاتم، ولكن مازال كنسجلوا ان كاين نقص، يعني كاين مجموعه من الاساتذه مازال ما انخرطوش ومازال ما داروش مجموعه ديالهم. وبالتالي دعوه من هذا المنبر لكل الاساتذه تكون عندهم مجموعه ديال التلاميذ ديالهم باش يتواصلوا معهم، وكذلك دعوه لجمعيه الاباء لان كاين تلاميذ اللي منخرطين وكاين التلاميذ اللي مازال كيخذوا الامور ما خدوش الامور بجديه ومسؤوليه. وبالتالي هذه فرصه باش نوجهوا دعوه لجمعيه الاباء باش يحثوا ولادهم يعني يكون تواصل، وخاصه تركزوا في هذه اللحظات على ينبغي على التركيز على المستويات الاشهاديه باش نتمنوا انه الاقليم كذلك يفوز بالمرتبه الاولى كما توقع دائما من خلال الاستمراريه البيداغوجيه، وكذلك المزيد من الاجتهاد والابداع في الطرق ديال التواصل. ونعتبروا على ان هذه المرحله إلا كاين شي دعوه للتضامن او دعوه للتطوع، انا من التلاميذ من اليوم إلا كاين شي تطوع خصهم يتطوعوا على الاقل باش او يتضامنوا او يبينوا عن الروح الوطنيه اليوم، فقط انهم خصهم يستمروا ويحضروا مع الاساتذه ديالهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. والحمد لله كاين مجموعه سجلنا مجموعه من المواقع الموارد الرقميه للمواقع تلميذ تيس
والقنوات الرابعه بالاضافه الى الصفحات، يعني كاين كم هائل من الامكانيات باش تسمح التلاميذ يتبعوا الدراسه ديالهم على مختلف المواد. اكيد هناك خصائص وكاين وحنا كنتفاهموا على مستوى العالم القروي، ولكن بتضافر الجهود ديال الجميع نتمنوا انهم نتغلبوا على هذه الازمه في اقل وقت ونخرجوا بسلام وباقل من اقل الاضرار الممكنه والسلام. شكرا للسيد عامر صاحب جلاله كل الناظور، تحيه للمديره الاقليميه ديال التعليم الناظور، تحيه لرئيس المديره ديالها ورئيس المصلحه والسادة رؤساء الجمعيات، وتحية لجميع الأساتذة والسادة المديرين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا القدر، يعني هذا الابتلاء هذا، وكنطلب من ربي سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء وهذه البلاد السعيدة. ثانيا غادي نتحدث على التجربة ديالي كأستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة أبي فراس الحمداني ببراقة، حيت حنا درنا تما نهار سمعنا الاخبار بان غادي الدراسه جات مذكره ديال التوقف، يعني اوتوماتيكمون مادام حنا مواطنين مغاربه القلب ديالنا فيه المغرب، اوتوماتيكمون عطينا للتلاميذ ديالنا ارقام الهاتف، كانت عاد مازال كاع ما جاتش لا مذكره لا والو، لان هذا خص يعني خص تفكر في شي حاجه اللي ديرها لدوك التلاميذ الابناء ديالنا. والحمد لله جات مورا المذكره وحنا عطينا الارقام ديال الهاتف ديالنا للتلاميذ، واتصلوا بنا الوالدين ديالهم الاباء والامهات وعجبتهم الفكره، درنا جروب في واتساب، درنا انا استاذ اللغه الفرنسيه درت جروب ديالي في واتساب، والسي سفيان استاذ اللغه العربيه دار جروب ديالو في واتساب، وبدينا في نهار الحد والدروس كنديروا لهم الدروس بحال حنا في القسم، حتى الفروض درنا حتى الفروض، وعجبهم الحال الاباء وعادي ومخير ونشط. يعني خص حنا كاساتذه السيده المديره المحترمه خص تكون خصوصا المستوى السادس، حنا من المستوى السادس اللي عندهم امتحان خص تكون شي مذكره للاساتذه باش يديروا الدروس عبر هذه الوسيله هذه اللي راه عندنا دابا متاحه للجميع. حتى في المدينه راه ما كاينش اللي ما عندوش الهاتف، كلشي عندهم الهاتف، خصنا دابا راه حنا في الدار خصنا نديروا شويه مجهود، على الاقل داك الشيء ملخص نعطيهم الدروس، هما كيحسوا بالله راهم كيقراو كيكتبوا لي في الدفتر كيصوروا لي داك الشيء كيصيفطوا لي، راه درنا الاستاذ راه درنا هادي راه فوقاش نصحوا فوق وراحنا غاديين، الى ان الى حتى تجي المذكره عاود نرجعوا للاقسام ديالنا غادي نرجعوا، حنا ما غاديش نمشيو نخدموا نعرضوا الابناء ديالنا للخطر، والوباء كاين في العالم الدول ما عرف كي دايره وقفت الدراسه، انت غادي تمشي وخص نبان لواحد الحاجه بالنسبه اللي كيديروا في الفيسبوك لايف. حبابا الاساتذه خص دير واتساب يكون داك الشيء يعني غير خاص، انت التلاميذ ديالك كتعرفهم كتحكم فيهم غادي تمشي داك الشيء كيما بغيت، ماشي دير في اللايف راه يدخل لك تما الله اعلم، راه كاين صحاب الغراج كاين منا كاين غادي يدخل كاين اللي كيدير تما كيقول شي كلام كاع، ماشي يعني خص يكون داك الشيء في الواتساب احسن، دير الجروب ديالك باش انت كتحكم فيه وكتسيرو كيما بغيتي. وعاود حنا خصنا دابا كجمعيه اباء، يعني انا فاعل جمعوي ونشيط فيسبوك في جمعيه، خصنا دابا نوعيو الناس، لا حبا نديرو مثلا فيديوهات في الفيسبوك كذا نطمئنو الناس ونبين بلي ما كاين والو، هاد الشيء راه كاين في العالم كامل، راه الدول كذا كداش وعندهم هاد المشكل، يعني راه حنا راه وبالعكس راه الدول برا كتقول للمغرب هاد الشيء اللي دار المغرب راه مخير، والناس دابا كاين حتى الساكنه عجبهم الحال، هاد الشيء اللي دار عجبهم الحال، هاد الشيء ديال اغلاق الحدود وتبقي في الدراسه وداك الشيء راه عجبهم الحال، حرصا على صحه المواطنين. إذا حنا كأساتذة خصنا نضامنوا ونديروا الواجب ديالنا، وأيضا كجمعويين خصنا نسدوا الفم لهذوك اللي كيقولوا البلاد ديالنا وغير ذلك. وتحية للسيد العامل والسيدة المديرة وشكرا جزيلا لكم. أستاذ نختم هذا اللقاء اللي كان الهدف منه أولا كان مستحيل ظرف وجيز، إذا سمحتوا الإخوان هادي ما نخبيها غير باش نشوف الاخوان كنظن بان كان من المستحيل ان نلتقي جميع الجمعيات العامله في المجال الاقليمي وهي تعد بالعشرات، فمع السيده المديره اخترنا ديك الاقرب الينا، واغلبكم عندكم الصفات ديال رؤساء جمعيه اباء وكذلك المنتمين لهيئه التدريس والمنظومه ديال التربيه والتكوين، فتحيه للاساتذه اللي حضروا معنا قدم شهاده الاستاذ المدرب
وكذلك السادة رؤساء الجمعيات اللي هما في نفس الوقت أساتذة ومربين. وجيت بعدد ديال الملاحظات اللي سجلتها السيدة المديرة، وغالبا على المستوى الوزاري غادي يكون تقييم ديال المرحلة، وطبعا لازم تخذ بعين الاعتبار الملاحظات نتاعكم. فختموا بالنداء تاعكم جميعا، كلكم تدخلوا نتاعكم اكدتوا على التوعية ديال الاباء، هذا هو الاساس مغزى هذا الاجتماع، هو مطالبتكم جميعا بجانب المنظومة التربوية لضرورة توعية الآباء على أن هذه المرحلة مرحلة دقيقة في التاريخ ديال بلادنا، وكما جاء في لسانكم أن الجميع يفتخر بالخطوات الاحترازية والسبق اللي كان عند بلادنا تحت قيادة رشيد بن صاحب جابر نصر الله من أجل الحد من انتشار هذا العدوى. فالجميع مدعو إلى التوجه إلى المؤسسات إلى الآباء من أجل أن الأطفال في المنازل ما يكونوش في عطلة، ولكن يكونوا في دراسة واجتهاد كما جا في الشهادة ديالكم. فاحنا راح نشرتكم إذا كانوا لابد من مسؤول استشارة مع جمعية أخرى مرحبا أهلا وسهلا، ولكن المعول عليكم أنا مع السيدة المديرة اللي يقينا اخترت واحد المجموعة ديال الجامعات ومجموعة ديال المناطق اللي ممثلة هنا اللي كتمثل الإقليم كامل. فاحنا يمكننا نضربوا وعيد مرة أخرى إذا كانوا لابد، ولكن هو هذا المغزى من هذا الاجتماع هو التوعية ديال الآباء عبركم عبر الممثلين تاعكم. فشكرا لكم على الحضور ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم مديرة الإقليمية وزارة التربية الوطنية بالناظور. اليوم كانت توجدوا قاعة الاجتماعات بعمالة الناظور كلقاء بترأسه السيد العامل بحضور مجموعة من رؤساء المؤسسات التعليمية بمختلف المستويات، كذلك رؤساء الجمعيات. تم التداول خلالها لمختلف إجراءات التي عزمت الوزارة التربية الوطنية على تقديمها وتوزيعها على ونشرها على أوسع نطاق. هنا كانت تدخلات إيجابية من طرف جميع الممثلين أو الحضور الكريم. هنا نداء للجميع، الآباء الأمهات الأساتذة كذلك، باش ياخذوا هذا الموضوع بجدية أكثر، و أبنائنا يكونوا في المنازل يتلقوا الدروس ديالهم من طرف يعني سواء من الآباء سواء من الانترنت إذا كانت سواء من الكتب، ولكن الكتب المدرسية يعني احنا ماشي بالضرورة غادي يكون درس مباشر. فالكتاب المدرسي فيه مختلف يعني الدروس اللي ممكن يتلقاهم في انتظار يعني العودة إلى المؤسسات التعليمية. و يعني راه غادي يكون دعم مستمر ودعم مستعجل ومجموعه الاجراءات المواكبه، يعني ما غاديش يكون خوف من مختلف يعني الامتحانات الاجهاديه اللي غادي تكون. نتمنى التوفيق وان شاء الله نطلب ربي رفع هذا البلاء ان شاء الله ونتشافوا من هذا المرض كامل. شكرا.